السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهارده من قناه هبه للمنوعات، هنعمل كيكه الشوكولاته. كيكه الشوكولاته دي عباره عن 6 بيضات، كوبايه ونص سكر عادي، كوبايه ونص لبن، كوبايه زبده بلدي، نص كوبايه زيت، 4 كوبايات دقيق، نص كوبايه كاكاو خام، 2 بيكنج باودر. يبقى هنقول مقادير تاني: 6 بيضات، كوباية ونص سكر، معاهم 2 فانيليا، معانا كوباية ونص لبن، معانا 4 كوبايات دقيق ونص كوباية كاكاو، معانا كوباية زبدة من هي يا جماعة الكوباية المعيارية، ومعانا نص كوباية زيت برضو من نفس الكوباية المعيارية دي. وهنبدأ نشتغل. هنعملها بالخلاط عشان تبقى سهلة. احنا عاوزين اساسا نعمل اسهل كيك. اول حاجه هعملها خالص، هولع الفرن على درجه 180. لازم تحقق الفرن يحقق معايا درجه حراره 180، وده هيحصل امتى؟ لما اللندا نجيب المؤشر على 180، لما اللندا دي تطفي يبقى هي خلاص وصلت كده نحط الكيك. هنبدا بقى نشتغل مع بعض. ادي 6 بيضات في الخلاط، هنضربهم ونحط معاهم الفانيليا. وهنحط يا جماعه معلقتين خل. انا بحط الخل ونص عصرة ليمون، نص ليمون هنعصرها. انا دايما احط كده في الكيك عشان ريحه الليمون، عشان ريحه البيض. بس هما دلوقتي يقول لك ده هو محسن خبز، يعني محسن للدقيق. لا، انا اساسا بحطه عشان امنع زفاره البيض. وهنضرب البيض. دلوقتي يا جماعه احنا حطينا 6 بيضات وضربناهم مع كوبايه ونص سكر، بعد كده و2 فانيليا ونص ليمونه ومعلقتين خل. بعد كده هنحط كوبايه زبده، دي زبده يا جماعه بس انا مفككاها، بس هنحط الزبده دي زي عشان برده هقطع عشان صوت الخلاط مش يضايقكم. هحط هقفل الغطا وانزل بالتدريج خالص خالص زي الاسباكيتي كده، هنزل خيط رفيع خالص عشان تعمل لي الفوليوم بتاع الكيك، لان لما بحط الزبده والزيت كده بيعمل لي الفوليوم او بيفتح لي الكيك. وهنحطها بالتدريج خالص، هنمشي خيط رفيع، هنحط كوبايه زبده ونص كوبايه زيت، وهنبدا وعشان برده صوت الخلاط يا جماعه هنطفي. احنا كده يا جماعه ضربنا 6 بيضات مع كوبايه ونص سكر مع 2 فانيليا مع نص ليمونه مع معلقتين خل. وهنحط دلوقتي كوبايه ونص لبن، وهنشغل الخلاط عليهم ويضربوا مع بعض. بعدين هناخدهم نفضيهم في طبق ونضيف الدقيق والبيكنج بودر عليهم، برده هنقطع عشان صوت الخلاط. هنبدا نضيف الدقيق. يبقى احنا قلنا 6 بيضات
ضفنا عليهم مع الكوباية ونص السكر، ضفنا عليهم كوباية ونص لبن، ضفنا عليهم كوباية ونص من الكوبايات المعيارية زبدة مع زيت، وبعد كده هندخل الدقيق بالتدريج خالص مع الكيك. دلوقتي يا جماعة في ناس بتشتكي تقول الكيكة بتهبط، لان هي مفروض درجة حرارة الكيك 180 درجة، احنا نشغل الفرن لازم يحقق 180 درجة، لو اقل من كده هنلاقي الكيكة بلطت ومش انتفخت خالص. مثلا هنلاقي الكيكة ارتفعت واحمرت وكل حاجة بس نية من جوه، يبقى عشان كده الفرن عالي، الفرن درجة في حرارة اعلى من 180، فسويتها من بره وهي لسه نية من جوه. فاحنا ضروري نحافظ خالص خالص على درجة الحرارة، لان هي نجاح الكيكة، درجة حرارة الفرن هي تعتبر نجاح الكيك. انا ضربت حطيت الكاكاو في الخلاط عشان كله يبقى كل الكاكاو يمتزج مع الدقيق. هنمشي بشويش خالص كده من تحت لفوق من تحت لفوق. ويا جماعة دي مقادير الكيكة. عايزة برضو اقول لكم حاجة، الكيكة طبيعي هي لها مقادير معروفة، كيلو الدقيق في الكيكة بياخد 9 بيضات، بياخد نص كيلو مادة دهنية سواء زيت سواء سمنة سواء زبدة، هو بياخد نص الكيلو دي بياخد نص كيلو، بياخد نص لتر سائل سواء لبن سواء برتقان، السائل بتاعه نص لتر، ممكن تكون برتقان كوباية لبن وكوباية عصير، جميع انواع الكيكات كده، جميع انواع الكيكات. كيلو الدقيق بياخد 9 بيضات، بياخد نص كيلو سكر، بياخد نص كيلو مادة دهنية، بس انا بفضل الزبدة يا جماعة، الزبدة البلدي بتاعتنا، لان الزبدة التانية غالية جدا. واضرب من تحت كده يا جماعة لفوق لغاية ما الدقيق يدوب في الخليط اللي احنا عملناه. وانا معايا حبة دقيق اخرى كده هحط عليهم باكو شوكولاتة خام واقلبهم، باكو شوكولاتة الخام ده اقلبهم. معلش انا قلت مش ما قلتش الشوكولاتة دي من الاول، بس ان شاء الله انا قلتها افتكرتها وحطها اهو. يبقى احنا دلوقتي حطينا المقادير. وجميع الكيكات بتنعمل بالطريقه دي يا جماعه، ما عدا كيكات خاصه زي الكيكه الاسفنجيه، زي الكيكه الزبادي، زي الرواني، اللهم صل على النبي، زي ايه تاني؟ زي الانجليش كيك، الكيكه الانجليزي مش بتنعمل كده خالص. شوفوا يا جماعه سمك العجينه، بعد كده انا اخر حاجه هحطه هحط الشوكولاته بمعلقه الدقيق دي. ليه حطينا معلقه الدقيق في الشوكولاته؟ عشان الشوكولاته تتوزع في كل المكان، في كل مكان في الكيك، لان لو حطيناها من غير الدقيق هتلاقيها سقطت تحت، سقطت تحت ومش اتوزعت في كل الكيك. وهنقعد برضو نقلب من تحت لفوق كده. لغايه ما الدقيق كله يختفي. نجيبها من تحت لفوق. بعدين هجيب الصينية هادهنها سمن. يا جماعة لازم ندهن الصينية سمن، لو دهنا الصينية زيت الكيكة بتحمر من بره بيبقى شكلها مش لطيف، فهو السمنة بيخلي شكل الكيك كله حلو. أفضل حاجة ندهن بيها الكيك هو السمن، ونبطنها بدقيق ونصب الخليط بتاعنا في الصينيه. انا بحب يا جماعه سمك الدقيق الكيكه تبقى عاليه، فانت ممكن انت تحط الكميه دي في صينيه اكبر مش شرط، بس انا بحب استمتع بمنظر الكيك والكيكه عاليه، احب اول كيكه العاليه واحب اتفرج عليها، لكن احنا ممكن دي تبقى نحط صينيه اكبر. هناخد كل حاجه، ما نسيبش حاجه خالص في الحاجه، لازم ننظف، ناخد الامكانيات بتاعتنا دي كلها خساره. فاحنا قلنا يا جماعه اي كيك بتبقى عباره عن ايه؟
كيلو دقيق، عليه نص سمنه، عليه نص كيلو سكر، عليه نص لتر ماده سائله. وكده يا جماعه احنا خلصنا الكيكه بتاعتنا، بس نمسح الاحراق دي وبندخلها الفرن على درجه حراره، ماشي يا جماعه، بس مش هنحط اي حاجه فيها، وهندخلها الفرن على درجه حراره 180. هتاخد معانا ساعه. ليه هتاخد معانا ساعه يا جماعه الكيكه دي؟ عشان انا حاطه عالي، حاطه كميه كيك عاليه. شكرا. دلوقتي يا جماعه انا هطلع معاكم الكيكه من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الكيكه طلعت اهي. بصوا السكينه طالعه نظيفه، دي شوكولاته على فكره. دي الشوكولاته اللي احنا حاطينها سايحه من جوه. بس دلوقتي الكيكه طلعت مستويه وجميله، بس هي اخذت في الفرن ساعه وثلث. وان شاء الله يا رب تعملوها وتعجبكم ونقدمها مع بعض ان شاء الله، بس بعد ما تبرد. وده كده يا جماعه الشكل النهائي للكيك. احنا قطعنا منها الكيك دوت وقدمناه في الطبق، والكيكه الاساسيه اهي. لو عجبتكم الكيك ممكن تشاركوا في قناة هبة، تفعلوا لها الجرس وتعملوا لها لايك، وشكراً.